تحت شعار قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، انطلقت فعاليات النسخة 16 للاحتفال الشعبي بذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1446 والمعروف باحتفال الشارقة. وجرت المناسبة بحضور ممثل رئيس الجمهورية المستشار المكلف بالبعثات جبرين سعيد إما وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، وفي مقدمتهم الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى، حيث استهل الحفل بآية من ذكر الله الحكيم. تلا ذلك كلمة رئيس اللجنة التنظيمية الأولى للاحتفال الرسمي والشعبي الشيخ صالح محمد رمضان، الذي ذكر الحضور أهمية اختيار شعار الاحتفال هذا العام مع ذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الحميدة. كما ألقى كلمة المجالس الفرعية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ آدم معز الجادة، الذي شكر رئيس الجمهورية على جهوده المبذولة في سبيل استتباب الأمن والاستقرار بالبلاد، مذكرا هو الآخر أهمية الاحتفال بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قدم مفتي الديار التشادية الشيخ أحمد النور محمد الحلو كلمة الحفل. فإن احتفالنا تحت هذا العنوان المكتوب أمامكم، وهو قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. أحباب رسول الله، نحن لم نجتمع لإحياء ذكرى نسيناها من قلوبنا ولا عقولنا، بل جئنا لنحيي قلوبا غاب عنها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختتمت المناسبة أيضا برفع عكف الضراء والتضرع إلى المولى عز وجل بأن يؤم البلاد والإباد الخير والآفية.